حاجه. اه يا زلبرت بلادي ندير لها هاك 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 دير سيسي زكريا. روح لهاديك. صباح الخير المشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا هانين هانتوما؟ دابا راه الصباح هذا نوضت درت الحلبه تسلق، راه رقدتها من البارح وكندير معاها التومه. هانتوما رقدتها حتى هي باش كتنفخ وكتبان، يعني كتعطي واحد الديكور. وهنايا راه كنقلي في اللوز، كما قلت لكم الطريقه ديال اللوز راه سلقته وفسخته وخليته بات باش ينشف ياكو. وعاده جيت كنقليه، دابا كنقليه في الزيت بارده باش ما يتحرقش، باش يجي غير اللون الذهبي طيب على خاطره. شفتوا؟ وهنا هذا سميتو العدس، راه رقدتو حتى هو من البارح ونط صفيت ليه داك الماء ودرت ليه عاوتاني ما اخر باش ما يزرقش المرقه. هذا الشيء اللي كاين. ودابا راني غنمشي للدار اللي ديال جيراننا اللي قدامنا، هي فين غنطيب ان شاء الله. ان شاء الله. وها نتوما راه كندير شويه ديال الملحه غير باش ما يجيش باسل. حتى هنا راه درت الملحه، حتى هنا حتى في اللوز. وهنايا البيض ديال السمان ها هو سلقته ونقيناه وجدته دروكا باش نحط كلشي حدايا، ما نبقاش عاوتاني مبرزطه، يعني غنصايب كلشي هنايا نسلقو كلشي. بقى ليا غير الطياب ديال الدجاج اللي نطيبو عند دوك الناس. انا طيبت دابا كلشي هادشي في داري حيت ما عنديش اتساع في الكوزينه وداكشي، وغيبقاو يدخلوا الناس ما كاينش كيفاش غنشقى. دابا صافي المهم غنشارك معكم واحد الطريقه ديال تحمر الدجاج، راه كلشي كيعرفها غير هو. نقولها لكم دابا، الدجاج غادي نحمرو في الفران باش غنديرو بالتحميره واحد الطريقه. المهم راه غادي نوريكم، ومهم نقولها لكم، خفت لان هذيك اللقطه عاوتاني ما نصورهاش لكم. غنشدو ندير ليه التحميره والزبده، الدجاج غندير ليه التحميره والزبده وغادي ندخلو والزعفران وغندخلو الفران وغادي هذا، يعني ما غاديش نخليه حتى يتحمر بزاف، يلاه يشد اللون ديالو يذهب صافي وغنحيدو. هذا ما كان، هاد الطريقه اقتصاديه على حساب الزيت الاخوان. الزيت قهرنا غادي وكيزيد في الغلا، الله يدير تاويل تاع الخير. يلا بقاو معانا، بقاو ما تمشيو فينا، غنشارك معكم كلشي ان شاء الله. هو اللوز كملته المشاهدين، خصنا غنطيب. غادي نبدا نطيب دابا، نشعل على الدجاج شعلت عليه هو الاول. صافي هادشي باقي، هادو بعدا طيبتهم. الجميله الاخرى غندير فيها العدس، سميتو مازال ما درتش، مازال ما جابوش ليا الريشو حيت كاين واحد الاخر كيطيبوا عليه مازال شويه المسمن، شفت هذاك الشيء خفتو يكون قليل. هزنا شويه نزيد العطريه، نزيد العطريه اللي درت نيت البارح ودرت معاها المروزيه. غادي ندير النص ديالها دابا هنا، والنص ديالها غنخليه هذيك، غنخليه العدس وديك المريقه الاخرى اللي غنعزل. انا دابا غنزيد المروزيه، راه ما كاينش اللي يصور ليا بوحدي، عاقبلو على التصوير. المروزيه ديال الدجاج شفتوها، حيت ما درتهاش البارح حتى اليوم باش نزيد ديك العطريه. ندير غنص ونخلي كيما بديت النص الاخر، ديك المريقه الاخرى اللي غندير ديال العدس. انت بغيت دركوش انت اللي كطيبو، راه كتعاون الطيابه. انا مشاهدين زكريا قلت ليه حول لي الماء عن هنا كلشي، هذا الشيء محابس لي الطريق هاد القصار هاد الشيء، ويقول لي اجيه انا راني ما عمرني طيبت في الشعرس، راه كنشوف الكتره كنتلف. حيت هاد الشيء طلعناه البارح، هاد الشيء فاش غندير الحلبه، فاش هذا باش باش نتهنى عليهم. وجدت هادشي كلشي زعما البارح، ها قال لك غيتلف المشاهدين. دابا درت هنا الفول، قرب درت الفول، درت الفول هنا وهذاك الفول وسميتها والعدس ياكو. دابا فهمت كيفاش خصو يدار، يعني العدس حيت منو ديك الكحول هذيك الزروبيه اللي كتكون، يعني رطبته ما سلقتوش. الفول حتى هو رطبته في الماء، غسلته حتى تحيد منو داك النشا اللي كيكون فيه، كيخرج داكشي بيض صافي. عاود ودرتهم هنا ودرت معاهم كنور ونفس العطريه اللي درت هنا، غير المروزيه والمساخن لا ما غنديرهمش هنا في العدس والفول. علاش درت الفول للمشاهدين؟ انا عزيز عليا الفول في الفريسه، واصلا كيجي زوين غير ما تكثروش، كيخطر المرقه. دابا بالنسبه لهاد الكميه اللي عندي انا درت فيها غير نص كيلو ديال الفول وجوج كيلو ديال العدس. وها العطريه اللي قلت لكم اللي درت مخلطه، خلطتها انا في هاد الكاسرونه صافي.
هذا ما كان هذا. دابا غادي نخليهم هكا يطيبوا يطيبوا هكا. درت فيهم كنور ديال السمن، جوج ديال السمن وجوج ديال الدجاج وصافي، والعطريه عاديه. الله هذا فالمشاهدين انا باقا واحله. يلا جاتني البصله عطلوها عليا وكان غير تفرقع عليا داك وما عيطش. لا شكون ديك الخرازه ديالنا الخياطه ديالنا هي اللي عطاتني هاد المسكينه هاد الريش وهذا، وكانت تفرقع عليا. شعلات لي العافيه هنا، شعلات لي العافيه هنا، شميت ريحه النفس. صافي انا نقول ياسمين جري جري عيطي ليها، جري عيطي لفاطمه تعتقني. حتى جات صايباتهم لي الله يرحم ليها الوالدين. عاد انا يلاه رديت هادشي، تعطلت تما الفكان نسالي بكري هادشي وعيني. والبصله كما قلت لكم يلاه جات مسكينه عاونتني فيها يعني توم. يلاه ميت نص باقي النص. صافي هاك القياس عمر ديك اللي هي راه وراك هي الاولى. صافي هو راه كاع كيبان يكون طيب بحال هكا. انا طيبو فوتو لي طيب شويه ماشي مشكل. اش غندير هذا كيدعق ملي كيشوف حاجه كثيره كيدعق. حركي راه حيت ما مخلطش بزاف. صافي المشاهدين هاني ساليت الطياب. عدس هنا العدس والفول هنايا بقات غير البصيله. هنا الدجاج هو طاب غنستفو فوق الطبله باش ينشف. وهنا زدت البصيله، شفت البصله قليله غنعسلها ونرميها، ماشي ما غنديرش ليها السكر يعني غير غنشحرها هكا كيف نقول غير نشحرها ونرميها وصافي. هنا انا وجدت القصار يكاد بابا، هنا وجدت القصريات باش نعرف شحال عندي. صافي هنا وجدتهم غنغطيهم دابا باش منين سالي صافي يدخلوا الناس بغي نسقي غادي نهز كل قصريه نديرها في الكسكاس ديال البرمه وتفور عاد نبدا نسقي. يعني كل قصريه بوحدها تفور، نفور كل قصريه بوحدها باش نعرف العبار باش يبقى لي العبار مقاد. هذا الشيء اللي غندير. يلا بقاو معنا المشاهدين. واخا دقدق خرجت لي السخانه طبقات لي فمي وصافي تكوشمت لكن الحمد لله على كل حال ان شاء الله يدوز هذا الشيء بخير وعلى خير. انتم المسمن راح قرطوا في الاول ولكن ما طلع زوين. يلا دابا غنحطوا باش ندهنوه ونديرو في الفران. شي دابا تما غيجي ربعه هكاك درت غير جوج باش يتسعوا يلقى كيفاش يتحمر. هنا ثاني غيجي واقيلا شي ثلاثه. هكا كديري صافي غير ثلاثة صافي هكاك. هذاك حيدي كاع حيدي اكلتو هيدي ديري الاخر الكبير شوية غير بشوية باش ما يتشددوش. سيري هكا صافي. حتى هنا دابا جاو ثلاثة، هنا فيها أربعة، هنا جوج على حساب الطاوات. هادشي اللي هندي القديبي. هانتوما هنا المشاهدين كتخلص ياسمين هذا. درنا هنا التحميرة والزعفران زغبة وواحد كنور وشنو الاخر اللي درت والزبده. هذه باش غندهن الدجاج وغندخلو للفران مع كما قلت لكم من قبل الزيت غلا يا خوتي. اللهم هاد الطريقه اللي غتنفعني. ها نتوما المشاهدين دابا هنا غادي ندير ديكو ديال فاش غندير الحلبه، وهادو فاش غندير المساخن، وهادو فاش غندير البلول. انا درت هاد هنايا المعن بزاف ما جبتهمش كاع عند الناس. هاد الشيء ديال الزلايف وداكشي هذاكشي اللي عندي انايا في الدار قلت نقضي بيه. ها هنا البيض ديال السمنه ها هو اللي وريتكم الصباح، هذا اللوز اللي قليت. والثومه يا المشاهدين خسرت ليا تفرتتات، المهم راني غنحطها لهم مفرتته. ها انتم المشاهدين والناس اللي غتجيو عندي الله يرحم لكم الوالدين لا تضحكوش عليا، راه تفرتتت ليا الثومه راه غنحطها لكم مع الحلبه. صافي قبلوا عليا. وهاسين بمسيكين توحشني وجع عدي. سمعي ميو قول حنا.
ها رفيصه اللي المسمن عاوتاني اللي زادت لوستي وبنتي يلا جاتو في اللي ما غيبقاوش كون على حساب بايجو الدراري ديال صحاب صلاح خاصني جوج قصاره هما صايبوهم ليا. او هنايا هاد العش المشاهدين ربي هذه واش دايره 10 دراهم قالت خلاتها ب 150 صغيوره انا كنت معوله عليها كبيره كبيره على هذه هايني ما نجي مشكل غادي نقضي باش ما عطى الله الله اللي غادي يخلص كل واحد على قد النيه ديالو الفعل ديالو خاصش بنادم يغش بحال هكا يعني تيبينوا لك في الصوره كبيره وتقول لك راه كبيره وكذا وفاش مشينا انا نجيبوها انتم راه فاش جابتها السيده ندير تخلات صغيوره صغيوره انتم نديرها هكا بيدي باش تشوفوا تعرفوها جديده شلا تسحبوها كبيره وهذه هي اصلا كتكون بحال هكا قد الدوره تاع الزلافه قد الدوره هذه ديال الزلافه ها انتم الجاب الجاب ها شفتوا ها والله هذه ما خلق وصافي انا غنعدي بها انا شوفوا النيه غتخلص انا درت غنيه المساحه فين غد هنا دابا باغي نديرو مساخن صافي ها معايا القياسمين ما تعمريش بزاف حيت هما مجهدين وما تكثروش اه هيا في المساخن نقول لك واحد الكلمه غتسمعوا ليا ويمينا حيت دابا هنا غادي ندير غندير البلول دابا ديال رفيسه سكتي ياسمين غندير البلول ديال رفيسه هنايا وغندير من المساخن هنايا باش هما يهزوا قياسهم ويديروا في البلول ديك الساعه ويسقيو به الا بغاو يعني الا بغاو المساخن راه هادو مجهدين اللي قلت لكم نتو على البلال هذا مكان انا يعني وريتكم مراحل باش نسالي وباش مشيت انا نبدل حويجاتي نغسل حالتي ونبدل حويجاتي ونقعد نرتاح شفتي الحلبه فين هي اه الحلبه ها هي هنا ها الحلبه ها هي سيدي هنايا وريها لي ها هي الحلبه دابا راني سلقتها ودرت لها المريقه وانا نشوف حالتي عاوتاني طبقات لي سخانه طبقات لي باللي حسيت بها والله يديك توتر خير الله يخرج العاقبه على خير وصافي حلي حلي شوفوا الفيديو المشاهدين هذه اول معروضه هي جات عندي جميله جميله الناس ديال الخدمه لاباس عليكم الناس ديال الدراجه واكادير واسفي فين ما كنتو هو راه كيداير اش كتعاودوا بخير جينا عند خديجه فلوغ مناسبه ديال الولاده ديال مرات ولدها على سلامتها مباركم سعود مباركم سعود عندهم الزياده مريضه سمحوا لي شدني الدوخه ها مشاهدين وسدوا علينا البيت وعلى سلامتك خيتي يتربى في عزكم امين يا ربي امين الله يعطيك الخير يتربى في عزكم جبنا هنا حنا بكري حيت هنا اصلا على الطريق وعلى الترونسبور وعندنا يمكن عندنا المشي ديال المجيه والرجوع خاصنا نستغلوا النهار شتي اللي كاين انا في الدوخ دخلي يا خيتي دخلي ما تشديش وفاء هذه هذه اللي تشكط الله يهديه يهدي شو هذو مش حليمه هذه فتيحه هذا راكم سعيد فين هو الخبز باش الله يعطيك الخير صافي ها سليلي مجا سليلي مجا بشنطه فتيحه زوينه زوينه شنطه زوينه لاباس بخير وويلي سالمة جايبة لنا شنطة يا طلت فينا ها واليوم سالات نسيبة سالات نسيبة كندور في السيمتا وندور وندور انا المشاهدين دابا غادي ندهن ندهن في الدجاج باش ندخلو الفران خاتم تكتبي لا كلشي غادي ندهن مزيان هادشي شتو المهم غادي نبقى على هكا تندهنهم كلشي مزيان من الجناب وكلشي نقلب هكا ياسين ندهنهم كلشي الجناب الطريقه راه زوينه وكيجي رطب ما كيجيش قاصح يعني تقولوا غيقصح ولا شي حاجه غادي يجي رطب صافي غنبقى على هكا تنكمل كلشي شكون جاك عليك طيب صافي غير على انا ما تشكي فين ياسين ماذا؟ ماذا؟
هذوك ديال الحلبة أربعة؟ ديرها أربعة صافي حيت يلا 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 عسر كاع الباب هذاك الشيء اللي غي الحلبة سخنتوها سيري أنا نتكلف لك بهذاك الشيء عرفتي مع العرق الحلبة ولا تحطي ليها تسعي بالزنقة ما راه كاينة هذا شنو قلت غندير ياسمين الحلبة جيبي لي بلاطو أخر كان هذا شي بلاطو هو هذا سيري 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 قولي لها موت هذيك ندو هذه ونحيدو الأخرى عرفتي شنو صافي زيدين 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 ما تهزيش البصله ما تهزيش ولا ما تهزيش البصله حيدي 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 يلا بركه زيدك جنب جنب عمرك تجيني هلا لا تشدهاش عاد شد يديا ما عنديش مشكل عا وجهي يلا سير يلا بركه يلا علاش انا قلت لك هكا صعيب زيدي غير كسره فيلمهم كاملين اسمي شفت ولا تختار شي وحده دارت لها الفيلم زوين وتخليها تبيع صافي ديت شي ليه صافي صافي واش غادي تجي لي معاك ما وصلوا مشات هذا غير ما تحل ما كاينش ديري لي كسره انا عندها لي قولي حتى الكسره الطويله سيري سيري عفوا بنتي سيري انت عطيتيها ليا ولا ما انا ها هي عطاتها لك ما كاينش من سيري سيري جيبي لنا هذيك الاخرى شتي هذا ديري فيه الحلبه ما تكبيش البلو على الدجاج ماشي سخونه بنيتي ديري ياسمين صافي اللوز كنتي غير بلاتي الا تشوف هذوك البنات صو كتصوروا بلا بيا هادشي ما وهادشي ما درناه جيتي هاي فاض الله خش انت قاعده لك تصوير ماشي مشكله سير سير بصحتها يا خوتي خديجه يعطيك الصحه يتربى في عزكم ان شاء الله امين صحتي يديك مرحبا بكم يلا تلقينا علينا هاي 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 شوشه هاي هاي هادشي شفتو بحال كيبان لي قليل هذا قول بصي البيض ما درناش راه هو البيض درنا يلا صافي صافي خدي انا عطيني نصيبه هادي انا غادي نهي نعم هاني هاني
تعنا تعنا كثير. وقفي حيد انا جات. وقفي ياسمين وقفي عفاك وقفي هكاك يلا وقربي دابا تصاوبتي تقوقيتي يلا ديري.